العالم رياض. انا بعرف ايش انا. يا صور الله صورناه صورناه. وينه وينه؟ قرب من وراي مراد، قرب من وراي. من هنا من هنا من هنا مراد. هو عالم ولا لا؟ ابعد الذبانه عن الحركه. ورني معي. ثاني يصير به. اصلا وضع اخر. كم بدك يصوروني؟ قال هناك طلع اي وهي يا حبيب الله ما فحصتوا؟ هو كنا بجوز يطلع علاج مع سفير ولا اي شيء لها وما روح حليب عادي. حليب العادي؟ حليب عادي. طب مرة تطلع اكرم من تعال تعال يا اكرم تعال تعال وسع طلع 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 ولا توقف هنا عن لحيتك يا رياض يا طب يا إذا عاد امبارح امبارح الصحف وانا رايح كيف هذا صور ايوه خليهم يشوفوا الحلا راح يديكم قال حليب صور الدجاجة انا بعمل لك احنا شرينا مشتر من واحد مخيم عسكر امتى؟ 13 ايام 13 ايام كيف اكتشفتوا انه بحلب؟ اكتشفتوا انه بحلب جيت اشوف امه يعني امه تكون مليحه في الحليب والله عوي اللي رفعت اشوف حنمه كذا حنمه طويل لقيت بز من بزاز وبحلب حلب طعل بطال له حليب شربت؟ شربت شربت من حليبونا وهلا صرتوا بتحلبوا كل يوم؟ نعم صرتوا بتحلبوه كل يوم؟ لا كل يوم بنحلبوش كل يوم طب قديش كمية الحليب كل يوم بعد يوم بحلب كاس بتمنى انه يكون صالح للعلاج على اساس انها كل العالم تستفيد منه مش بس احنا كل الناس تستفيد منه وانه يكون يعني فتحة خير لعلاج العقم لامراض مزمنة لاي مرض لا ايوه عرسان ديرت امه هنجره ديرت امك هي شو بتعمل؟ شو بتعمل؟